إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى من تقود هذه الجموع من الأبكار مشاهدينا الأعزاء. وهذه هي حكمة، حكمة مشاهدينا الأعزاء. لا سيد حياة بن علي بن سالم الاكتبي من يقدم أيضا مشاهدينا الأعزاء حكمة وشعار بالخرس على مقدمة هذا الشوط. ولكن مياسة 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 غيرت إلى المقدمة، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي من يعلن أيضا بانطلاقة مياسة في هذا الأداء الرائع والجميل لتاتي مع الصدارة، لتاتي بهذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الثاني حكمة لا سيد حياة بن علي بالخرس الاكتبي، بينما المركز الثالث وصلت هتان فهد بن سعيد بن محمد آل بو سعيد الخيارين، وصول خطير من الحرة محمد بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري، وصل شعار بو ظفيره، تدخل شعار بن عميره من الجانب الآخر في هذه اللحظات. الله الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التحدي الرائع والجميل. المركز الخامس هنا تاتي عنوان عمر بن راشد بن سبت الخيالي من يقدم عنوان في هذا الانطلاق مع المركز الخامس. المركز السادس ظن لا سيد محمد بن هلال بن حيضه المزروعي خذت المركز السادس. المركز السابع هنا ما بين النداء والآخر تتدخل الأسماء الخطيرة الشاهينية سالم بن سعيد بن علي المصابري يأتي أيضا مع المركز السابع في هذا الانطلاق. والمركز الثامن وصول خطير، وصول خطير في هذه اللحظات تحمل الرقم 8 في المركز الثامن الشاهينية عيسى بن مبارك بن محمد المنصوري يأتي مع المركز الثامن. تاسع المراكز تأتي أيضا هنا الشاب مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، وعاشرة تنطلق بلبلة بلبلة جابر بن علي القربوعي المرياتي أيضا مع بلبلة في هذا الشوط. ولكن مياسة 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 العود تأتي على مقدمة هذا الشوط، تأتي مع الأمتار الأخيرة منطلقة بناموس هذا الشوط. دير بالك يا ابن مفتاح الكل قادم، الكل حرك حرك، الله الله حرك حرك حرك. أيضا أبو ظفيرة في اللحظات الأخيرة والخطيرة هنا أبو ظفيرة، ولكن من الجانب الآخر وصلت شاهينية سالم بن علي سالم بن سعيد بن علي المسافري ليرحل بناموس هذا الشوط مع المقدمة مع المركز الأول مع انطلاقة شاهينية خلال هذه اللحظات. المركز الثاني تأتي شاهينية عبد الله بن بطر بن عميرة الشامسي، والمركز الثالث تأتي أيضا الشاهينية عيسى بن مبارك بن محمد المنصوري. الموقف خطير، الموقف خطير، والانطلاق أخطر مع الأمتار الأخيرة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية الشاهينية انطلقت مشاهدينا الأعزاء بمقدمة هذا الشوط بالمركز الأول لتحمل السلام لأهالي مدينة العين. عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي سلام بن عميرة، سلام أيضا علي القيلاني المتابع لهذا الاسم. المركز الثاني الشاهينية سالم بن سعيد بن علي المصابري، بينما المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كانت أيضا بهذا الانطلاق الشاهينية عيسى بن مبارك بن محمد المنصوري. والمركز الرابع أتت أيضا خلال هذه الانطلاقة الحرة محمد بن سالم بن عبيد بو ظفيرة العامري. والمركز الخامس كان من نصيب عنوان عمر بن راشد بن سبت الخيالي. ما شاء الله تحدي إدارة انطلاق رائع وجميل خلال أيضا هذا الأداء المميز، حيث أتت مشاهدين الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي. المدير الشاهينية عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي الذي أهدى ناموس هذا الشوط إلى أهالي مدينة العين. 7 دقائق 32 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. سلام زاخر سلام سلام بن عمير على هذا الأداء الرائع والجميل. بينما منتت في المركز الثاني كانت شاهينية أيضا سالم بن سعيد بن علي المسافري بتوقيت زمني 7 دقائق 33 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كانت شاهينية أيضا لا سيد عيسى بن مبارك بن محمد المنصوري من احتلت المركز الثالث أو شعار أبو ظفيرة، تدخل مع اللحظات الخطيرة وأيضا لتهدي ناموس هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء لسيد محمد بن سالم بن عبيد أبو ظفيرة العامري مع الحرة بتوقيت زمني 7 دقائق 37 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط.